اثنين. كما ارتفعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام بواقع 13% مسجلة 97 مليون درهم نظير أرباح محققة في نفس الفترة من العام الماضي وبلغت 85 مليون و700 ألف درهم، لترتفع بذلك ربحية السهم في النصف الأول من العام 2011 إلى 4.15 فلس مقارنة بربحيته قبل عام والتي سجلت حينها 4 فلس. للحديث مشاهدينا أكثر عن هذه النتائج المالية وأداء الشركة تنضم إلينا هنا في الأستوديو السيدة زينة الطبري المديرة التنفيذية لشركة دريك أند سكال. مرحبا بك سيدة زينة. أهلين. مرحبا. أهلين. بداية لنبدأ بالحديث عن البيانات المالية وهذا النمو في الأرباح في الربع الثاني تحديدا من العام الجاري. ما هي أبرز العوامل التي ساهمت في خلق هذه القفزة في أو هذا النمو في الأرباح؟ طبعا سمعنا أنه النتائج دريك أند سكال للربع الثاني هو تقريبا 739 مليون الريفنيوز العوائد، وطبعا الأرباح كانت 55 مليون بعد ما بتعمل ماينوريتي انترست بتطلع 51.5. سبب النتائج زيادة بالنتائج هي طبعا شركة دريك أند سكال ربحت مشاريع عديدة، قيمة المشاريع اللي ربحناها لليوم تقريبا 3.6 بليون من أول السنة. هدول المشاريع بلشت تنتج فشفنا زيادة بالريفنيو compared to السنة الماضية تقريبا كان 600 بنفس الفترة كانت 460 مليون، فكان في زيادة 80% من نفس الفترة السنة الماضية compared to هاي السنة. وبالنسبة لهذه المشاريع التي حصلت عليها الشركة، هل هي في داخل دولة الإمارات أم خارجها؟ طبعا أكبر ماركت لنا اليوم هي السعودية، تقريبا 48% من كل مشاريع الشركة. السكند ماركت تبعنا هي أبوظبي، تقريبا 17% من المشاريع تبع دريك أند سكال. ثالث ماركت هو دبي تقريبا 12%، بعدين مناطق أخرى منها الكويت وقطر وعمان ومصر وكمان مدن تانية. نعم، لديكم تداول 6 مرات في ألمانيا وسوريا وتايلاند كذلك. لكن لنعود للحديث كذلك عن النتائج المالية لهذا العام. الملاحظ مثل ما أشرت قبل قليل هو نمو في أرقام المبيعات بشكل كبير ب 73%، لكن الربح الصافي نما ب 13%. إذن هنا ربما تساؤلات كثيرة تطرح حول هذا الفارق في النسبة أو في نمو الإيرادات غير المصاحب بنمو في صافي الأرباح، وهناك كذلك تراجع لهامش ربح إجمالي الأرباح إلى حدود 15% مقابل 21% قبل عام. السبب هو طبعا سببين. واحد السبب أنه دريك أند سكال لها سنة أو سنتين بتنمو، فبتستحوذ على شركات وبتفتح بمناطق أخرى، ففي investment opportunity أو في SG&A اللي بيقول الإيرادات المصاريف الإدارة. مصاريف الإدارة والاستثمارية. هذول المصاريف إحنا طبعا عشان عم نستحوذ على شركات وعم ننمو بمشاريع بمناطق جديدة طبعا زادت. وبعدين طبعا نمبر 2 صار في كومبيتيشن أكثر بمناطق، فالمشاريع بطلنا نربحها على 15% زي ما كنا ناخذها من قبل، فصرنا ناخذها على مارجن أقل. بس إحنا أعطينا جايدنس للماركت وقلنا إنه شركة دريك أند سكال حيكون النتائج الصافي للشركة بتوين 7-8% نت بروفيت من هلا موفينج أونوردز. لكن بالنسبة لهذه الاستثمار وهذه التوسعات التي تقوم بها دريك أند سكال داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، ذكرت أن هوامش الأرباح قلت، وبالتالي هذا يجعلنا نتساءل عن كذلك عن الجدوى الاستثمارية من هذه المشاريع. احنا طبعا عم ننمو بمناطق جديده، وما بعرف اذا حكينا باولها بس الاداره قررت تفتح مكتب جديد بالجيريا، فهي منطقه جديده اعلناها امبارح، كمان منطقه جديده لشركه دريك أند سكال طبعا، ومنها مصر وتايلاند وكل المناطق الجديده. طبعا بالامارات خصوصا بدبي المشاريع ما عم بيكون في مشاريع جديده، فالريفينيو تبع دبي عم بتقل، فلازم احنا نلاقي ريفينيو من مناطق اخرى، فطبعا عم نطلع على مناطق اخرى. بس مش بس شركه دريك أند سكال، في كثير كومبيتيشن من شركات ثانيه عم تطلع على المناطق الاخرى، فصار في كومبيتيشن اعلى، ذاتس واي بنشوف العوائل البروفيتابيليتي عم بتقل. هل يمكن ان نفهم من ذلك ان السوق الخليجيه ربما وصلت الى درجه التشبع او تقترب من مرحله التشبع؟ لا بالعكس، احنا بنشوف انه في كثير اوبورتونيتيز بالمناطق الخليجيه، وفي مشاريع كثير عم نشوف مشاريع بقطر وبالكويت، وعم نشوف مشاريع بابو ظبي وبالسعوديه، فلا في اوبورتونيتيز كثير. بس طبعا في كومبيتيشن عالي، في شركات من كل حوالي العالم عم تاخذ
عم تتنافس على هدول المشاريع. فطبعا بنشوف از الكومبيتيشن بيزيد البروفيتابيليتي شوي، النت مارجنز الجروس مارجنز بيقل. هل يمكن ربط هذا الاهتمام العالمي الكبير بمنطقه الخليج العربي استثماريا بما يحصل كذلك في باقي مناطق العالم من توترات خاصه ما يحصل في اوروبا والولايات المتحده؟ طبعا في اندايركتلي في تاثير، بس لا ان شاء الله في كثير اوبورتونيتيز خصوصا بالبنيه التحتيه والمياه والطاقه بالمنطقه. واحنا كشركه دريكن سكال نتنافس مش بس بالالكتروميكانيكال بس كمان بالبنيه التحتيه والمياه والطاقه، وبنشوف في كثير توسعات واوبورتونيتيز بالريجن بهالمجال. طيب في هذه الحلقه دريكن سكال هل تستثمر لوحدها كدريكن سكال ام انها تحاول الاستحواذ من خلال هذه التوسعات تستحوذ على شركات قائمه في تلك الدول التي تدخل اليها وتحاول التوسع فيها؟ هي مرات بندخل احنا لحالنا، بندخل اورجانيكلي او بنروح لحالنا وبنبلش مكتب، سمتايمز بنروح بنستحوذ على شركه لها ناس ولها بورتفوليو ولها يعني سنين بتشتغل بالمنطقه بالخبره. ديبيندز على كل منطقه غير، سمتايمز الدخول على مناطق بتكون اسهل انك تستحوذ على شركه، سمتايمز بيكون اسهل انك انت تو استابليش ا كومباني اورجانيكلي. طيب بالنسبة للمشاريع التي أشرت إليها، مشاريع البنية التحتية في منطقة الخليج العربي، الأكيد أنها مرشحة، هناك مبالغ ضخمة رصدت لهذه المشاريع خاصة في السعودية. ذكرت قبل قليل أن 48% من أعمال دريكن سكال متركزة في السعودية، هل تخططون الآن إذا لزيادة استثماراتكم في السعودية والاستفادة أكبر من هذه التوسعات على مستوى البنية التحتية المقررة في المستقبل وفي غضون على الأقل خلال السنوات الخمس القادمة، أم أنكم مكتفون بهذه النسبة؟ لا طبعا احنا مش مكتفون، احنا عندنا ثلاث مجالات بالسعوديه، عندنا السيفل الجنرال كونستراكشن، وعندنا الالكتروميكانيكال، وعندنا البنيه التحتيه، وعندنا مشاريع هلا تقريبا بقيمه 4 بليون بالسعوديه، وعندنا تقريبا 7000 موظف، واحنا هلا ان شاء الله رح نزيد عدد الموظفين اللي عندنا تقريبا ل 12000 موظف بالسعوديه. ففي توسعات كبيره بالسعوديه، عندنا مكتب بالدمام وبجده وبالرياض، وان شاء الله رح نتوسع اكثر بالسعوديه ونتنافس مش بس بالالكتروميكانيكال بالبنيه التحتيه والمياه والطاقه وكل المجالات الموجوده ان شاء الله. التوسعات تعني اموال، تعني تمويلات كذلك او خطوط تمويل، هل تركزون على التمويل الذاتي ام الاقتراض؟ هلا احنا كله عم نعمله تمويل ذاتي، بس ان شاء الله رح نصير كمان نقترض، عشان احنا عملنا الاي بي او بسنه 2008 وكان عندنا 1.2 بليون كاش على البالانس شيت. طبعا لسه عندنا هلا كاش على البالانس شيت، بس طبعا قلنا سنه ونص عم نستثمر بمجالات اخرى وعم نستثمر بمناطق جديده، فان ذا فيوتشر رح نروح على البنوك ونستقرض من البنوك. طيب معدلة الفائدة الحالية هل هي مشجعة للاقتراض أم أنها التوجه إلى السوق الأولية أفضل خيار؟ أنا بقول depends على ليش أنت عم تستقرض، بس في مجالات بنقول إنه بنقدر نستقرض فيها من البنوك. نعم، خاصة وأن قطر أو البنك المركزي القطري كان نزع إلى خفض الفائدة في الفترة الأخيرة، هذا من شأنه ربما أن يشجع أكثر على الاقتراض. طبعا يشجع طبعا. بالنسبة للسوق القطرية تحديدا، هناك مشاريع ضخمة كذلك ومبالغ ضخمة أكيد سترصد للمشاريع لإنجاز أو تحضيرات لاحتضان قطر لمونديال 2022. ما هي الزاوية التي تنظرون إليها أو من خلالها إلى السوق القطرية؟ شركة دريكن سكال إلها بتتنافس بالسوق القطري من سنة 2006، تقريبا عندنا 700 موظف بقطر، عندنا مشاريع تقريبا بقيمة 500 مليون هلا بقطر، وإن شاء الله رح نتوسع بقطر. إحنا بنشتغل بالإلكتروميكانيكال وهلا رح نصير نجرب ناخذ مشاريع بالسيفل والبنية التحتية والمياه والطاقة، ففي كمان طبعا مجالات كبيرة بقطر.